باش الاخوان يعني كل شيء مزيان اخوان، غتصنتم اي واحد معلومات اللي غتزيد تقوي ايمانكم بالله. كنقول لكم المعلومه الاولى، هل تعلم ان الجنه لا يوجد فيها ليلا ولا نهارا اينما يوجد نور؟ والمعلومه الثانيه، هل تعلم ان الجنه لديها 8 ابواب مفاتيح لا اله الا الله؟ والمعلومه الثالثه، هل تعلم ان اهل الجنه لا ينامون؟ المعلومه الرابعه، هل تعلم ان ما كان اخر كلمه له لا اله الا الله دخل الجنه؟ والمعلومه الخامسه، سقط الجنه هو عرش الرحمن. والمعلومه السادسه، هل تعلم اذا قراتها ونشرتها للناس سيعطيك الله خيرا؟ اخوان كنقول لكم بارطاجيوها مع الناس باش يعرفوا حتى هما المعلومات وزيد يقوي الايمان ديالهم. وتهلاو في اخوان في راسكم وتسمعوا لي المعلومات جديده في فيديو جديد ان شاء الله. تسمعوني من هنا واحد شويه ان شاء الله غادي نلوح لكم فيديو ديال ستاندارد كيسليت ان شاء الله. في راسكم تسمعوا الفيديو جديد كما قلنا الاخوان.